بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد قرار أخذ اللقاح قرار صعب شوية، كان محتاج تفكير كتير، خصوصا بعد ما كان فيه بعض التقارير كانت بتتكلم على أن ليه مشاكل، ليه أعراض جانبية، وفي بعض الدول منعت تداول بعض اللقاحات سواء كانت دول عربية أو دول أوروبية. فكان القرار صعب شوية، كان محتاج تفكير كبير، وده شخصيا انا حجزت مره حجزت مرتين، وفي المره الثالثه قررت ان انا هروح اخد العلاج. بعد ما خدت اللقاح، خدت اول جرعه، كان التخوف كلها من اعراض جانبيه. ناس كتيره قالت انه بسبب غلطات، ناس كتيره قالت ان هو بيعمل شكل حمى كبيره او حمى قويه، ناس كتيره قالت انه بيعمل مشاكل في العضلات، لكن الحمد لله كل الاعراض الجانبيه اللي ظهرت كانت عباره عن اول 6 ساعات من بعد ما خدت اللقاح ما كانش فيه اي حاجه خالص، ما كانش فيه اي تاثير خالص من اي شكل، كنت بمارس حياتي طبيعيه. بدا ارتفاع درجه الحراره تقريبا بعدها ب 24 ساعه، ارتفاع طفيف بدا يزيد شويه. طبعا استعملت بعض الادويه زي ابيمول او بنادول، اسبوسيد او الاسبرين كحمايه او وقايه من اي حاجه ممكن تحصل، وخصوصا ان المعلومات غير كافيه عن الاثار الجانبيه لاي لقاح موجود لفيروس كورونا. والحمد لله دلوقتي ما فيش اي اعراض، كل الاعراض اختفت، حتى بعد حدوث ارتفاع درجه الحراره وبدات اتعامل معاها بمخفضات ظهر بعض الالام في العضلات وبرضو اختفى بعد فتره. يعني الموضوع كله كل الاعراض الجانبيه كلها خفيفه جدا، ما بتكملش 24 ساعه او ما بتزيدش عن 24 ساعه. عشان كده انا بنصح كل الناس انها فعلا تروح تاخد اللقاح، تروح تاخد اللقاح حماية لنفسها، حماية لأهلها، حماية لبلدها، عشان نعرف نعيش حياتنا طبيعية ومستقرة. وإن شاء الله بإذن الله هنزل الرابط بتاع حجز اللقاح في مصر، هيكون الرابط أسفل الفيديو. أتمنى إن الجميع ياخد اللقاح، أتمنى إن الجميع يحجز، أتمنى إن الجميع يتعامل مع الفاكسين على إنه حاجة تحمينا، حاجة تزود مناعتنا ومقاومتنا لدخول الفيروس اللي عندنا. أتمنى الصحة والعافية للجميع إن شاء الله. أتمنى يا رب ربنا يشفي جميع المرضى، ربنا يا رب يحمي كل الناس من الوباء الملعون. كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.